بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير، صباح الأنوار، صباح الطاقة الإيجابية، صباح البحر الجميل، بحر اسكندرية جميل. أنا قلت النهاردة الفيديو ده عايز أعمله كده زي ما انا خدت طاقه ايجابيه على الصبح كده، عايزه اديها لكم. انا كنت رايحه بوصل بنتي البرايفت بتاعها عادي جدا، ببص كده بنتي عند لوران على الترام، فوديتها البحر بقى في الوش على طول. الحقيقه يعني قلت لازم ماشيه كده ندهني، عارفيني زي ما ندهها بتنده البحر ندهني كده، وحبيت اخد منه شويه طاقه ايجابيه كده اروح لاولادي بقى وانا كده مبسوطه. وطبعا ده بينعكس عليهم. بصوا بقى بحر اسكندريه النهارده، وطبعا عايزه اقول لكم كمان جمعه مباركه، لان النهارده يوم الجمعه الصبح والدنيا بتبقى هاديه كده وحلوه على البحر، فقلت كده اقول لكم جمعه مباركه وطابت جمعاتكم يا رب. بصوا البحر، الله. حبيت اوريكم جمال بلدنا، جمال بحر اسكندريه الجميل. بصوا احنا طبعا النهارده 30/11، 30/11 يعني احنا في الشتاء. بص البحر بقى عمال يخبط اهو، بصوا عمال يخبط في الصخور وكده. قلت اتمشى شويه على البحر اخد شويه طاقه ايجابيه، وبعد كده طبعا بنتي انا عايزه استناها عشان اما تطلع يعني وكده، بخاف ان هي تمشي لوحدها، ما بسيبهاش بصراحه، انا اولدها. فالنهارده انا قلت بقى انا هوديها، ففي طبعا بتقعد بقى في البرايفت ساعتين، قلت بقى اخلع شويه كده من هموم الدنيا كده ومن هموم الحياة، واتمشى على بحر اسكندرية الجميل كده، وبعد كده اركب الترام. الترام تبقى فاضية قوي يوم الجمعة، وقلت اركب الترام كده واستمتع بيها كده كأني بتفسح، وعبال ما ارجع بالترام تكون ايه، تكون بنتي خلصت البرايفت وايه، ونروح سوا. طبعا الحمد لله عاملة الغدا بتاعي بقى وعاملة حاجتي كلها وتمام، يعني كله زي الفل. عاملة الغدا ومخلصة المواعين، مش اي حاجة عشان ما بقاش برضو ورايا حاجة. فلقيت بقى مش انا لوحدي، لقيت ناس كتير قوي مستمتعة ببحر اسكندرية الجميل ده، تاخد شوية طاقة ايجابية بقى، وكل بيتصور بقى ربنا يفرح الناس كلها يا رب. فقلت خليكم معايا على البحر كده شوية، نتمشى شوية كده ونشوف بقى الجمال. بصوا المية عمالة تخبط ازاي، الجمال. الحمد لله يا رب على نعمك علينا، لازم الواحد يحمد ربنا. والله النعم بتبقى في ايد الواحد، سبحان الله، نعم الله لا تعد ولا تحصى. الحمد لله يا رب على كل اللي رزقتنا بيه، بحر جميل، الحمد لله يا رب، الحمد لله. شمس جميله، احنا في الشتاء اهو، يعني احنا 30/11. بص جو اسكندريه عامل ازاي، جو تحفه، اسكندريه جميله جميله. الله، شايفين الموج اللي جاي جميلة، ربنا يديمها نعمة علينا يا رب يا رب. بصوا مصر جميلة ازاي، اسكندرية جميلة ازاي. ماشى بقى شوية كده لغاية ما اوصل للمحطة بتاعت الترام، اركب الترام بقى واستمتع شوية بقى بالترام وهي فاضية. ودي بالنسبة لي فسحة والله، مش عايزة اقول لكم ببقى سعيدة قد ايه وانا راكبة الترام كده وقاعدة بقى مديها شباك. صحابي كانوا دايما يقولوا لي كده، واتفرج بقى كده، يا سلام اجمل حاجه. بس هركب الترام بقى كده واروح محطه الرمل كده وارجع بيه تاني. انا لو ينفع كمان، يعني انا بصور لكم الشكل، لو ينفع كمان اشممكم ريحه البحر، ريحه اليود وجماله، مش عايزه اقول لكم ريحه جميله، الريحه دي الواحد يشمها سبحان الله، يعني يحس بحاجه غريبه كده، احساس حلو يعني. الحمد لله رب العالمين. ما تنسوش بقى النهارده يوم الجمعه صباحكم نادي كده وعسل، ما تنسوش صوره الايه، الكهف، عشان ربنا ان شاء الله يجعل لنا نور كده بين الجمعتين، اللهم امين يا رب. الميه جايه، الجمال، بصوا الجمال، سبحان ربي، يعني سبحانك يا رب الله. بس خدي طبعا تبقى محطوطه كصدادات عشان البحار دي يعني ايه ما تنسحبش علينا، يعني ما تجيش علينا وكده، فبيحطوها كسدادات للامواج. بس الموج جميل، سبحانك يا رب، سبحانك. انا
ركبت الترام خلاص ووصلت محطة الرمل. بعد كده بقى قلت ايه، قعدت كده شوية في محطة الرمل وركبت الترام تاني اهو، حتى الترام فاضية. يوم الجمعة بتبقى فاضية خالص، ودي حاجة اصلا بتبقى حلوة قوي. ركبتها حتى بصوا قدامكم اهي، هتلاقيها احنا في محطة الرمل طبعا، تلاقوا الترماي فاضية. بس وهبتدي بقى الترام طبعا تمشي وكده ان شاء الله، علشان اروح اخد بنتي وكده. قلت افك نفسي شوية ويعني اعمل حاجة انا بنبسط منها وببقى مبسوطة يعني منها، ان انا اركب الترام حتى لو حاجة بسيطة. اي حاجة بسيطة ممكن تقدري تبسطي بيها نفسك، ابسطي بيها نفسك، ما فيهاش اي حاجة، ادام حاجة ما بتغضبش ربنا ومش عيب ولا حرام. فقعدتي في الترام كده، وان انا مثلا اروح واجي بيها وكده لغاية ما وقت الترام ماشية اهي بقى. وحبيت افرجكم على المباني بتاعت اسكندرية، مباني جميلة قوي. قد ايه جميلة اسكندرية، مباني كده في طراز معين، طراز معماري كده جميل، البيوت القديمة المبنية من زمان ومتجددة كده وجميلة قوي. ده طراز بيميز اسكندرية. ودينا ماشيين اهو بالترام، قلت افرجكم شوية. انا دلوقتي خلاص بقى وصلت عند السنتر بتاع بنتي، هاخدها بقى اروح واطمن عليها كده وخلاص. كده الفيديو يكون خلاص، اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا منه يا رب. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو اللايك والشير والسبسكرايب. لو مش مشتركة في القناة اشتركي، شرفيني باشتراكك، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.